أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، يسرنا اليوم أن نقدم لكم حل قطعة النموذج الأول من كراسة المعاصر، المراجعة النهائية طبقا لنظام التعليم الجديد للصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول عام وأزهري. فمرحبا بكم في قناة فري إنجليش، وتمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس وإرسال إعجاباتكم ومشاركاتكم التي تسعدنا كثيرا، وسنقوم بالرد على كل التعليقات تباعا. والآن نبدأ القطعة، قطعة من كراسة المعاصر وقطعة النموذج الأول، الذي قمنا بحل أجزاء منه المرة الماضية، وكانت تتضمن الترجمة وأسئلة اختيار. فالآن نبدأ حل القطعة سواء رقم 2، وهصور لكم الرابط بتاع الكراسة دي، ممكن تدخل عليه من خلال الانترنت والموقع. القطعة اللي عندنا أعزائي الطلبة تقول most people، معظم الناس، worry about forgetting things، يقلقون أو يضطربون بخصوص نسيان بعض الأشياء أو الأمور as they get older، عندما يتقدمون في السن. But do they know that we have different kinds of memory؟ هل يعلمون أن لدينا أنواع مختلفة من الذاكرة؟ What most people think of as memory is in fact five different categories، خمس أنواع أو قوائم أو مصنفات مختلفة of memory. Remembering things، تذكر أشياء، from the past، من الماضي، depends on two categories، نوعين أو صنفين أو kinds of memory، remote، الذاكرة البعيدة، and recent memory، والذاكرة الحديثة اللي هي في الوقت القريب. If you can't remember things، إن لم تستطيع تذكر الأشياء، about your last birthday، عيد ميلادك الأخير، you are having a problem with your remote memory، إذا أنت تعاني من مشكلة في الذاكرة البعيدة. If you can't remember what you ate، إن لم تتذكر ما أكلته، for lunch yesterday، للغداء أمس، that is a problem with your recent memory، مشكلة في الذاكرة الحديثة أو القريبة. When we take a test، عندما نجلس لأداء اختبار، we need to draw on our semantic memories، that is the sum، الكمية أو المبلغ أو العدد of our acquired knowledge، معرفتنا المكتسبة. Or maybe we want to remember، أو ربما نريد أن نتذكر، to do or use something، أن نفعل أو نستخدم شيء ما، إن to do or use something، to do or use something، أو نستخدم شيء ما، sorry، to do or use something، أو نستخدم شيء ما in the future، في المستقبل. Here we use our immediate and prospective memories. Many people think that، كثير من الناس يعتقدون أن developing a bad memory is inevitable، اكتساب ذاكرة سيئة inevitable، أمر لا بد منه أو لا مفر منه، as we get older، عندما نتقدم في السن. But this is actually not correct، ولكن هذا في الواقع ليس صحيحا. Or وإلا،
even doing crossword puzzles حل ألغاز الكلمات المتقاطعة regular physical activity الأنشطة البدنية المنتظمة regular physical activity is useful مفيدة to have a better blood supply إمداد دم أفضل to the brain للمخ the only thing to avoid is stress الشيء الوحيد الذي تتجنبه التوتر when we are stressed عندما نكون متوترين our bodies أجسامنا release a hormone تطلق هرمون called cortisol يسمى cortisol which is harmful to our brain ضار أو مدمر لخلايا المخ and our memories ذاكرتنا reducing خلايا المخ والذاكرة reducing stress تقليل نسبة التوتر through meditation تأمل exercise ممارسة الرياضة or other activities أو الأنشطة الأخرى can help to preserve يساعد في الحفاظ على our mental abilities قدراتنا العقلية أو الذهنية ودي كده القطعة لو أنت معرفتش كل الكلمات اللي موجودة بيها حاول تخمن لأن guessing what words mean تخمين ما تعني الكلمات جزء مهم بالنسبة للتعامل مع القطعة إضافة لذلك أن أي إجابة منطقية تفي بالغرض فالاختيارات اللي عندنا أولى ثانية ثانوي بيقول لي which category أي مصنف أي قائمة of memory would you use تستخدمها to remember لكي تتذكر where your car keys are أين وضعت مفاتيح عربيتك طبعا الكلام ده مفاتيح عربيتي وتناول الغداء بالأمس حسب ما جاء في القطعة بيتوقف على نوع ذاكرة معينة هنا جاب لي recent memory ذاكرة حديثة remote memory immediate memory semantic memory فأقرب إجابة عندي أنا اللي هو وضعت مفاتيح عربيتي فين عايز الذاكرة اللي السريعة اللي أو اللي في الوقت الحالي يبقى أقرب إجابة عندي immediate memory number two the synonym المرادف of the underlined word الكلمة اللي تحتها خط categories قائمة مصنف is أقرب حاجة ليها kindness أنواع hormones facts حقائق events أحداث number 19 the main topic الموضوع الرئيسي of this passage is الموضوع الرئيسي لهذه القطعة يتكلم عن وطبعا هنا ذكر semantic memory immediate memory remote memory فأقرب حاجة هنشوفها هنا types of human memory أنواع الذاكرة البشرية functions وظائف of brain chemicals وظائف المواد الكيماوية المتعلقة بالمخ tricks الخدع for remembering things لتذكر الأشياء How to stay active and healthy كيف تظل نشيط وصحي طبعا القطعة تكلمت عن أنواع الذاكرة فأقرب إجابة لنا يا تانية ثانوي هتبقى طيبس أنواع of human memory الجزئية اللي بعديها جزئية بتتعلق دول ثلاثة في واحد بثلاث درجات والاختيار الرابع عليه كده درجة يبقى أربع درجات اختيار فالجملة اللي عندنا بتقول لي which of the following would positively affect your memory أي من هذه الأشياء تؤثر تأثيرا إيجابيا على الذاكرة watching television مشاهدة التلفزيون producing كورتيسول إنتاج الكورتيسول
stretching الاسترخاء والتمدد، working a lot العمل كثيرا. فممكن يا تانية ثانوي أنا أختار stretching، هنا هتساوي relaxing الاسترخاء أو التمدد. ده الجزئية التانية دولة، واحد اتنين تلاتة أربعة في اتنين بتمانية، لأن القطعة عليها 12 درجة. فهنشوف مع بعضينا إجابات الجزء ده بطريقة سهلة جدا. هنا بيقول لي to preserve لكي تحافظ على our mental، لكي نحافظ على our mental abilities قدراتنا الذهنية، we need to do some things، نحتاج للقيام ببعض الأشياء. explain اشرح واشرحي. فطبعا الجزء ده بيتعلق ب ان احنا عشان اول حاجه ممكن اقول الاشياء اللي هنا جت في القطعه زي اكسرسايز وميديتيشن التامل و اذر اكتيفيتيز انشطه اخرى، وعشان نحافظ على الحاله كمان ريديوسينج ستريس تقليل التوتر. فالاجابه ممكن اقول ريديوسينج ستريس تقليل التوتر ثرو ميديتيشن من خلال التامل، اكسرسايز ممارسه الرياضه، اور او اذر اكتيفيتي انشطه اخرى ونشاط اخر، او اذر اكتيفيتيز او انذر اكتيفيتي نشاط اخر. هيلب كان هيلب تو بريزيرف، يمكن ان يساعد في بريزيرف اور مينتال ابيليتيز. السؤال الثاني وهقدم لك اجابات نموذجيه، دو يو ثينك، هل تعتقد ذات بريزيرفينج يور ميموريز الحفاظ على الذاكره when you are aged عندما تكون متقدم في السن is something difficult شيء صعب or easy ام سهل why؟ فالإجابة طبعا أخليك متفائل وأقول I think it is something easy شيء سهل. وليس أقول if we do certain activities لو قمنا بأنشطة معينة as learning تعلم new activities أنشطة جديدة أو things أو doing puzzles حل الألغاز or crosswords أو الكلمات المتقاطعة. أقول ده كده I think it is يعني كده سهل. لو أنا قلت صعب طبعا وجهة نظرك هقول I think it is difficult ليه؟ because when we are old عندما نصبح متقدمين في السن we are unable نصبح غير قادرين to do any activities للقيام بأي أنشطة or exercise to improve our memories لتحسين ذاكرتنا. وهقدم لك إجابات نموذجية للكل. نمبر 23 و 23 بتقول when you think عندما تفكر في you need to use انك تحتاج ان تستخدم your semantic and immediate memory متى تفكر في استخدام النوعين دول من الذاكرة. وطبعا دول بستخدمهم when we take a test عندما نجلس لأداء اختبار we need our immediate memory نحتاج ذاكرتنا المباشرة to remember لكي نتذكر acquired knowledge الذاكرة المعرفة المكتسبة. نمبر 24 وآخر جزئية في الجزء ده people have often different kinds of memories الناس غالبا لديهم أنواع مختلفة من الذاكرة as remote memory ذاكرة البعيدة and recent memory ذاكرة الحديثة are they used for the same purpose هل بستخدمهم لنفس الأغراض if no لو لا till the difference طبعا ما بستخدمهمش يا تانية سنة ونفس الأغراض وأقول no they aren't used for the same purpose وبقول ان انا بستخدم الريموت ميموري الذاكرة البعيدة to remember things about your last birthday
والريسنت ميموري بستخدمها تو ريمبر وات يو ايت فور لانش يسترداي، وده حسب النص اللي جاء في القطعه. فالاسئله اللي عندنا تانية ثانوي اجاباتها بطريقه سهله وبسيطه حفاظا على وقتكم كالاتي. نمبر 1، وطبعا الاجابه اللي احنا تقدمنا بيها ليست الاجابه النهائيه، يعني اي اجابه منطقيه تفي بالغرض. السؤال الاول بيقول لي to preserve our mental abilities we need to do something explain. فالاجابه عندي اللي انا قلناها بطريقه شفويه reducing stress، reducing stress through meditation exercise or other activity can help to preserve our mental abilities. دي نمبر 21. 22، السؤال بيقول do you think that preserving your memories when you are aged is something difficult or easy why. وطبعا كل واحد رأيه، فأنا هقول الإجابة مرة هقول easy ومرة هقول difficult وهقول ليه في كل مرة. نمبر 22، الإجابة بتقول I think it is easy if I do certain activities، لو مارست بعض الأنشطة as learning new activities، تعلم أنشطة جديدة أو things doing puzzles حل الألغاز or crosswords أو الكلمات المتقاطعة. لو قلت لا برضه هجيب أسباب. I think it is difficult because when we are old، عندما نتقدم في السن we are unable، نصبح غير قادرين to do any activities، لممارسة أي أنشطة or exercise او اي تمارين رياضيه to improve our memories. يبقى عندك اجابتين يا تانية ثانوي، ممكن اقول نا ايزي وممكن اقول difficult. 23، when do you think we need to use our semantic and immediate memory. والاجابه قال we need our semantic memory when we take أتست، عندما نجلس لأداء. For example we need our immediate memory، الذاكرة الحالية أو الآنية to remember acquired knowledge. Number 24، وآخر جزئية اللي هي بيقول لي people have often different kinds of memories، الناس غالبا لديهم أنواع مختلفة من الذاكرة as مثل remote memory and recent memory، الذاكرة البعيدة والذاكرة الحديثة. Are they used، هل هذه الأنواع من الذاكرة تستخدم for the same purposes، لنفس الأغراض. If no، لو لم يكن الأمر كذلك tell the difference، الفرق. هقول استخدام كل ذاكرة. فنمبر 24 بيقول no they aren't used for the same purposes، وطبعا حسب ما جاء في نص القطع. Remote memory to remember things about your last birthday. Recent memory to remember what you ate for lunch yesterday. وبكده تانية سنة نكون يعني تعاملنا مع القطعة الأولى في النموذج الأول، وهبعت لك أنا الرابط بناء على إيه اللي أنت ممكن تدخل بيه على كراسة المعاصر دياتي. فقناة فري إنجلش بتتمنى لكم النجاح والتوفيق، ونأسف للمرة السريعة لعدم إصدار فيديوهات في الفترة السابقة لظروف أحلت بنا. فتمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، وإلى لقاء متجدد إن شاء الله.